الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا هو الدرس الأخير من درس حروف الهجاء المركبة. نبتدئ بحرف الشين. شين شين شين، سين لام سين لام، سين لام شين لام، شين لام شين لام، صاد 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 صاد. الصاد من الحروف المفخمة، لازم نفخمه كده شوي. صاد 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 صاد، ضاد 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 ضاد، طاء 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 طاء، ظاء 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 ظاء. ونحافظ على مخرج الظاء من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. ظاء 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 ظاء. صاد باء صاد باء صاد باء صاد باء صاد باء، طاء باء طاء باء طاء باء، ضاد ألف ضاد ألف ضاد ألف، ظاء ألف ظاء ألف ظاء ألف، عين عين، غين غين، همزة، عين زال عين زاي عين زاي عين زاي عين زاي عين زاي. الحرف اللي هو مثل الراء وعليه النقطة اسمه زاي زاي، وليس زين كما يظن البعض. زاي زاي، عين زاي عين زاي عين زاي، غين راء غين راء غين راء غين راء، صاد عين صاد عين، ضاد غين ضاد غين ضاد غين ضاد غين، باء عين دال باء عين دال باء عين دال، تاء غين ذال تاء غين ذال تاء غين ذال تاء غين ذال تاء غين ذال، همزة همزة همزة. هذه همزة على الألف، همزة على الواو، همزة على الياء، الجميع ينطق همزة 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 همزة. فاء فاء فاء، قاف 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 قاف، واو واو، قاف واو قاف واو قاف واو قاف واو قاف واو قاف واو قاف واو. ونخلي بالنا حرف القاف من الحروف المفخم، ما نقولش قاف لا، قاف قاف قاف، واو قاف واو قاف واو، فاء واو فاء واو، فاء قاف لام فاء قاف لام فاء قاف لام فاء قاف لام، قاف فاء لام قاف فاء لام قاف فاء لام، ياء فاء ياء فاء ياء فاء ياء فاء، ميم ميم، حاء ميم حاء ميم حاء ميم حاء ميم حاء ميم. طبعا في القرآن هناك سور اسمها سور الحواميم تبدأ بحاء ميم، لكن في النطق في القرآن بيختلف عن ذلك، عندما يكون الحاء والميم عليه علامة المد هناك بنقول حاميم هكذا. أما هنا في تعلم التهجي والحروف المركبة نقول حاميم حاميم حاميم. أما في القرآن لا نأتي بهمزة في مثل إيه؟ في مثل هذا الحرف، حرف الحاء، يعني في القرآن لا نقول حاء وإنما حاء. حاميم حاميم، لاميم لاميم، تاميم تاميم تاميم، تاميم تاء تاء ميم تاء تاء ميم تاء تاء ميم تاء. وبفضل الله كده نكون خلصنا درس حروف الهجاء المركبة، وبقي أن نحفظ هذا الدرس ونستعد للدروس القادمة إن شاء الله. هذا والحمد لله رب العالمين.